شوف الموقع المصري الوطن سبور أن مدرب نادي الأهلي المصري مارسيل كولر طلب من إدارة نادي القرن بإفريقيا إعادة الدولي المغربي بدر بانون إلى صفوف الفريق الأحمر. وقال الموقع أن مدرب الأهلي أبدى إعجابه بالمدافع المغربي واللي كيلعب حاليا نادي قطر. وأوضح الوطن سبور أن مسؤولي الأهلي سيقومون بجس نبض اللاعب المغربي من أجل معرفة مدى رغبته في العودة مجددا للبيت الأهلاوي، خصوصا أن بانون ومسؤولي الفريق تجمعهما علاقة طيبة. وكان بدر بانون قد طالب مسؤولي الأهلي بالسماح له بالرحيل عن الفريق خلال الموسم الجاري بسبب الضغط الجماهيري الذي مورس عليه، وارتبط بنادي قطر بإعارة المدرب المغربي والدولي السابق يوسف الصفري واللي كيعرف إمكانيات بانون. يذكر أن بدر شارك مع المنتخب المغربي بمونديال قطر واللي وصل معاه للمربع الذهبي واحتل الرتبة الرابعة بالمونديال. وشكرا لكم على حسن المتابعة.